في عام 1937 طلبت المملكة الأردنية الاندماج مع العراق، وذلك لأن حكومة الأردن لم يكن لديها موارد مالية للصرف على الدولة والشعب. وقيل أيضا أن المملكة الأردنية طلبت الاندماج لغرض وحدة الوطن العربي. وفي عام 1939 طلبت الكويت الانضمام إلى العراق لكي تستفيد من مؤسساته الخدمية ومن المياه الصالحة للشرب ومن نظامي التعليم والصحة. وفي عام 1952 بلغ حجم الديون المترتبة على ذمة بريطانيا إلى 50 مليون دولار، وفي حينها استدعت الخارجية العراقية السفير البريطاني لدى بغداد ووبخته وطالبت الحكومة العراقية نظيرتها البريطانية بسداد الديون فورا. وفي عام 1956 بلغ حجم الصادرات العراقية من القمح إلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى 3 ملايين طن. وفي عام 1959 أغلق الرئيس المصري جمال عبد الناصر قناة السويس أمام السفن العراقية التي تحمل البضائع إلى أوروبا، وذلك في إطار الضغوطات على حكومة عبد الكريم قاسم. وفي عام 1961 بلغ عدد العمالة الأجنبية الشرعية وغير الشرعية إلى 85,000 عامل مقارنة بسكان العراق آنذاك، وكان عددهم 5 ملايين نسمة. وفي عام 1964 ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الانتاج الوطني الصناعي والزراعي إلى 64%. وفي عام 1967 أرسل العراق على وجه السرعة مساعدات إغاثية إلى سكان جزر الإمارات، وشملت 4 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، و50,000 طن من الدقيق، و17,000 قطعة ملابس، ونحو 5,000 طن من التمور. وفي عام 1968 صدر العراق ألبسة ب200 شاحنة نقل سعة كل منها